دابا واحد 15 يوم كنا مشينا درنا اخبار عند القائده ديال المقاطعه الثالثه بشارع روتسوس، درنا اخبار باش كاين عندنا واحد الاصلاح. اصلاح عباره عن قصدير وشرجم متوسع، صافي يعني عندنا على القصدير، عندنا هذا هو الاصلاح اللي عندنا. كنتصلوا بمعلم، معلم كيخدم لينا، كيخدم جيراننا، الله يعمر ليه دار سلام، راه كيعرفوا كل شيء. كنعيطوا ليه، كيجيو معاه جوج اجانب لي زافريكا، كيجيو كيخدموا معاه، التريسيان كاين، كل شيء كاين، كل شيء بخير، ما كاين حتى شي مشكل. ارى لينا هاد الصباح هذا واحد على برا في السلوم، كما كتشوفوها هو السلوم، واحد على برا في السلوم اجنبي افريقي، وواحد من الداخل افريقي حتى هو صاحب، كيلعبوا كاين تريسيان كيلعبوا بالسلوم. الناس هنايا قالوها كانوا كيلعبوا بالسلوم، كيضحك معاه. السيده الطالبه قالت لي راه يولي يطيح. السيده الاخرى جات قالت لي غتولي شي كارثه، العيالات واقفين كيهضروا على هذه الطريقه هذه، ياك. حتى كنتفاجئ، كتتصل بيا الوالده ديالي كتقول لي راه المعلم، واحد من الدراري اللي عند المعلم راه طاح. ملي كنجي كنلقى السيد منشور، فهمتيني، كله دمايات، باقي عايش، يعني السيد راه عايش، يعني خاصو اسعافات، يعني يقدر يتعتق، يعني يتعتق ماشي يقدر. ديالي كنتصل بهم انا، هيا لي زابير 14 ابيل، وما كاينش شي واحد اللي رد عليا والو، ما كاينش شي واحد لا جواب والو. الو باش نعلمو، وانا اضطريت باش نقول ناس اخرين يتصلوا هما، باش الا اتصل انا قالوا كذبت، الاخرين اللي كثروا عليهم لي زابيل، يعني باش ياكدوا المعلومه، باش يعرفوا بان عليهم الضغط بلي زابيل بان داك الشيء راه واقع. علما انا عيطت التليفون ديالي ماشي انكوني ولا شي حاجه، لا مجيب، لان تعرضت ديك خطره، واحد السي طاح بحال هكا ومن عيط ليه ومن جاو قال لي ما نبغيش نطير، الجواب باش جاوبني واش غنطيرو، ومن جاو الشرطه العلميه وديك الساعه بغا يستبصروا الموضوع، قلت لي غنتابعهم، ودخل واحد السيد وقال لي صافي دير لي اسعافات اوليه. هي فين كاين دابا المشكل؟ هو في البومبيه، وانا من هذا المنبر عنتابع الوقايه المدنيه والبومبيه عند وكيل جلاله الملك المحكمه الابتدائيه مدينه المحمديه، وعنمشي نحط شكايه في الوقايه المدنيه عندهم، علاش البومبيه لومبيلونس ما كتجيش في الوقت؟ نقولوا تعطلات 10 دقائق ربع ساعه ما، ولكن باش تعطل عليا والتعهد بيناتنا على جوج رومبوات تعطل عليا ساعه ونص، لا. هذه هي اللي ما كنقابلوهاش، وهي نداء للبومبيه، الوقايه المدنيه هما اللي كيقتلوا عباد الله. واقف كيلعبوا بالسلوم اللي لتحت، اللي لتحت كيلعب مع داك اللي الفوق، كيلعبوا بالسلوم، هو يقول لي زكرا غدير لنا شي كارثه بالسلوم. زدت مني رجعت كنلقى السيد طاح في الارض، اللي كانوا كيلعبوا بالسلوم الفوق هما اللي طيحوا هذاك اللي كان لتحت. ما عرفت، ما هزيتش عيني، انا كيبان لي غير التحتيني، كيبان لي غير داك التحتيني اللي مات، هو اللي كيبان لي كيقول لي راه غدير لنا شي مصيبه زكرا، غدير لنا شي كارثه، قال لي غدير لنا شي كارثه اليوم زكرا. مشيت جيت لقيت السيد طيحت، وغادي وقلت لبنت اختي قلت لها هادو غادي يديروا شي مصيبه اليوم، هادو غادي يديروا شي كارثه، وفعلا وقعت كارثه. زيت وفلر، لا اله الا الله. بالنسبه للسياره ديال الاسعاف حضرتي لها فاش جات ولا؟ خرجت انا مشيت للمارشي راه بريك شحال، راه عرفتي انت اللي غيخرج غيتقدى الثقه ديالك كثير، راه غيتعطل. جات والله ما جاتش، راه تعطلت، راه حتى جيت انا وعيطت عليهم وبديت كنهضر معاها، هذا باش قال لك صافي ها هي جايه، ما معنى تسناو، اللي عاش عاش واللي مات مات، وهذا هو مغربنا، ما عندنا ما غنديروا، هذا هو المغرب ديالنا. السيد كانت عنده اصابه خطيره بزاف، كان يزيد دم ودني.